هلو كيفك؟ تمام شو رايك بالكبسه؟ الكبسه؟ ايه بوف هلا حل البحر. اول شيء شو هالفوتو سيشن الحلوه؟ جو حلو مبسوطين. شو احلى صوره من طفولتك؟ كنا ببودابست، كان عمري 7 سنين وشفت بودابست عباره عن مدينتين من فوق ومن تحت. بودابست هيدي كانت اول سفره لك؟ اول سفره وانا صغير انا واعي يعني. احلى صوره من زواجك؟ مرتي اي تربية اصعب؟ طيب تربية الصبي او تربية البنت؟ هلا انا عندي صبي بس بعتقد البنت بحسها ممكن اذا تربيتها صح وعملت لها رولز البنت بتتعلق باهلها لتكبر. ان شاء الله الله يطعمك بنت وصبي وشي دزين اولاد حلوين. انا بحب زينة بتحس بتكون هذا البي الكول؟ اكيد بده في رولز طبعا. انت بتستفزني. ليه؟ يا زلمة ما بيطلع منك كلمة بشعة. ليه؟ أنا في هيدا الشنطة بس مسك لي معزبة التليفون زي بدي أشوف شو هو الشيء يلي بيستفزك. تخيل هيدا المنظر. شو دقت مزبوط رح أرجع هيدا. أي بيستفز هذا الصوت طبعا بيستفز على التكرار بيطلعني من ثيابي أكيد. وليه هذا شو بيستفز؟ كثير بيستفز. عندك هيك شيء عقدة؟ يعني المرض يعني جايب لك شيء 40 عقدة هلا. جايز انت اكتر بدلة او جينز؟ بالحياة جينز. مين الممثل يلي بيستفزك تشتغل معه؟ نحن ما بنحكي غير ايجابية. آسر ياسين مثلا، رياض نصار، كمان لسا قاعد لك جرافتات. يلا بتتسلم. طب ممثلة؟ هند صبري، منى زكي، منى شلبي. جايز بدي اقول لك ثانك يو سو ماتش. سوري على الهجوم بس بدي اقول لك شغله، دائما تذكر جوني وين ما كان. ما بتعرف يمكن ما بعرف من وين بيطلع.